بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خبر اليوم يا جماعة: فرض ضرائب على صناعين المحتوى في مصر. تطلب مصلحة الدراهم المصرية سبت صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة يوتيوب العالمية لاستضافة الفيديو البلوجر واليوتيوبرز بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في منطقها الرئيسي للنشاط داخل لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختص. انا يا جماعه كل واحد منكم كده يروح مصلحه الضرايب ويعمل كده حساب لنفسه هناك، الى جانب القيام بالتسجيل في مأمورية القيمه المضافه المختصه اذا بلغت ايراداتهم ال 500,000. الكلام ده على الدخل بتاعه في السنه بيعدي ال 500,000، قرابه 32,000 دولار خلال 12 شهر من تاريخ مزاوله النشاط. ودعت مصلحة الضرائب في مصر صناع المحتوى إلى الذهاب إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية في المصلحة إذا كان لديهم استفسارات، في إشارة إلى أن الوحدة ستكون هي المعنية بوضعهم الضريبي. ولم توضح مصلحة الضرائب من الرسوم التي ينبغي على صانعي المحتوى سدادها. يعني لسه متعرفش هياخد منك كام في المية أصلا، أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيلها، في حين صارت حالة من الجدل بشأن إعلان مصلحة الضرائب وسط السؤالات بين مستخدمي تويتر حول سبب فرض ضريبة قيمة مضافة على صناع المحتوى. يعني يا جماعة خلاص كده، المفروض إن كل واحد دخله في ال 12 شهر بيعدي ال 500,000، يا رب نبقى منهم، هيبقى ليه ملف ضريبي. النهاردة تنتهي حلقتنا، يا ريت دعمكم ويا ريت تدوس على الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.